نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عياذا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعدي، وحن إن شاء الله تعالى كهل دونا بشا بركيسا رمضانك. إلهي سبحانه وتعالى ومدكم من نيستي إن ولي مادان عبادوين ديرادة سي الله سبحانه وتعالى جنة سقالي هو أول مريوه، وحال سبحانه وتعالى قرآن كسا كلي هاي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا سي الله سبحانه وتعالى وحا أمد ويريا مقع إيمانك ذاتك إيمانك الله يهلي ذاتك إلهي سبحانه وتعالى يا نبي قسر رميو كتب عليكم الصيام. إلهي سبحانه وتعالى وحا واجب إني كدقي أوفر الله إني كدقي إنا صنطان كما كتب على الذين من قبلكم سيدي أمدهين كهر ريي إلهي سبحانه وتعالى أوفر رضي الله صومك وكلا لعلكم تتقون. صومك أنا صومينه وأن لا إيمانينه عبادة داس قال لي أه وحي ندحر سينيسا إن إلهي سبحانه وتعالى كعبصنه والله سبحانه وتعالى كبقنه. قرآنك الله سبحانه وتعالى إسو كهالليه آياتك الوحو ليه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله سبحانه وتعالى وحول لي هاي بيش رمضانك وبيش الله سبحانه وتعالى وقرآنك أسود جيي ذاتك قرآنك أسوه هنون وه الله سبحانه وتعالى وعضينا يه هنونك إساقه والله سبحانه وتعالى وكم من نيست ومدان إنو قرآنك أسود جيي بيش رمضانك. مارك الله سبحانه وتعالى وحول لي: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قفك إنك الكمد وبيش هاس أتماده وبيش رمضانك أسوغشو هصومه. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. الله سبحانه وتعالى وحول لي هي قفك سفر قاله يقفك جرن مالمها او سفر كقالي يا مالمها او سومي هي وحوي وافوريا لكن دبوك الايمانيا انو سعري مالمها نوع سكلا. وانا كهل لدنا ان شاء الله تعالى احكام تا الا ذا هي قفك سفر كقالي يقفك جرن محالا قدونيا. ايدي هران سومرنا وحن كقاضني إن الله سبحانه وتعالى أفرض كدقي وواجب كدقي بشهر رمضان ك بشهر رمضان ك صومي ديدنا سنة كل بعد هجرية دا أيام متقانا النبي عليه الصلاة والسلام وحلو قدقي فرض لو قدقي النبي عليه الصلاة والسلام نوح صومي سقال رمضان كليه أيو صومي سنة كل بعد هجرية دا أيام رمضان ك بشهر رمضان ك وحلو قدقي فرض إن صومه النبي عليه الصلاة والسلام نه سقال سنة كليه أيو النبي عليه الصلاة والسلام وصومي نلشيسة. آيات أحاديث لو شيغيسا بشهر رمضان كو إنه فرط هاي وحكم إذا حديث كي وورنا يي طلحة بن عبيد الله أيا وحو ليه هاي أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن أعرابي أيا نبي عليه الصلاة والسلام ويمي ثائر الرأس ننكا سوى مدحيس أي تميس بساس إليهن قفك مركان وشان الله يسان وصفر صغله وتميس تاقين بالد هذا ننو عاص وكلا وباديك يمي او تيميس اي تاغتاغن يهن او رامي يهن با نبي عليه الصلاه والسلام يمي. فقال: يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاه. رسولك الهي وحد اي شيكتا انت الله سبحانه وتعالى او فرض الصلاه
فقال نبيك عليه الصلاة والسلام وحجري الصلوات الخمس إلا أن تضوع شيئا إلهي سبحانه وتعالى وحو فرض كاغدقي صلاةها شنطة أو لتكده شنطة وقت لتكده إنا تكته إلا أدو إلى الإيماني صلاة إرادة مغياني لكن وحا فرض كوغا أو كرية أو واجب كوغا شنطة صلاة إنا تكته نينكي عربي وحجري فقال وحجري أخبرني ما فرض الله علي من سيام رسولك إلهي واحد إشكتا وحيالها الله سبحانه وتعالى وفرض كاغدقي أو صومك صومك فرض كايغوها إيشك عن صومه نبي عليه الصلاة والسلام وحجري شهر رمضان إلا أن تضوع شيئا وحن يعني واجب كواه الله سبحانه وتعالى واجب كاغدقي إنا صومت بشهر رمضان كا إنا صومت بشهر رمضان كا وحكى له صومده أو فرض يواجب كواه مجرا إلا إنا أدولتي ما أدوه لران مو يسير مالتي خميس تاهي مالتي سنين تاوكالي يا أيام البيت كوحا لو يقان وبيلو النبي وحجري qofku inuu soon tadawu calay imaado bisha 13keeda 14keeda 15keeda iyo maalinta khamiista maalinta mataqaana isniinta saas oo kale nabiga jiray mar kuwaas in aad la timaado mooyo wax waajib ah oo kuwa ah ma jiro soon ahaan illa bisha ramadaan ka mooye marka nabiga kaleey saatu wasalam su'aal badan buu sii weydiyay oo ahkaamta islaamka ma sida sakada wax la midka ah ninkii markuu nabiga kaleey saatu wasalam u cadeeyay warkii ninkii banaanka u baxay isagoo la waladi akramaka لا أتضوع شيئا ولا أنقص منها إله بان كل أرتي إلهي كرامية بان كل أرتي نبي محمد إنانا يعني سليران الله إيمانين إنت هاد إيشك توفرت كيقو أنا حكا قاوين مايو نبي عليه الصلاة والسلام وحكو جوابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق ننكا إساق أهوال ليباني هادو وحا أشيغي يرمك الشيغي صبتا ننكا نوحو يري إنت فرت كيقو أكلية بان الله إيمانيا marka nabiga kaleey salaatu wa salaamu wuxuu yiri ninkaasi waa liibaanay hadii uu run sheego oo dakhal al janna in sadaqa ama jannadu galaya ninka isaga hadduu waxa uu sheegay ka run sheegayo arrinkaas marka waxa na cadeynaysa oo noo sheegaysa in farad laga yeelay qofka muslimka ahi inuu farad ku yahay bisha ramadaanka inay soonto dadka cudurdaar kale way ka hadli doonaa arki doona ibn taymi rahimahullahu ta'ala waxa uu leeyahay kitaabkiisa majmuucul fataawa markuu ka hadlay مجلد شن لواتنات وحاو تلمام يولي هاي إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بتحريمه استحلالا له وجب قتله وإن كان فاسقا عوقب عن فطره في رمضان وحاو لي هاي ابن تيمي رحمه الله تعالى كتاب كسي مجموع الفتاوى قفك يعني أفر بش رمضان استقو حالا شنايا أفرد أفر يبو حالا شنايا ومع ذلك وأقي هاي in cunto la cuno bisha ramadaanka inay haaraan tahay arrinka isaga ninkaasi maadaama og yahay oo xaalashaday qofka isaga waa la dilayaa buu leeyahay ibn taymi rahimahullahu ta'ala marka ramadaanka ilaahay subhanahu wa ta'ala bisha ramadaanka waajib noo dhigay laakiin marka u horeysay oo waajibkan loo ka dhigay hal mar dadka waajib looga ma dhigin maraxil saddex bay tilmaamaan culimadu oo soo martay waajib noqoshada bisha ramadaanka ama qofka soomka lagu waajibinayo مرحلة أخرى يسوى هي مرحلة تخيير أو قفك دونا سومي قفك دونا كتغاي قفك أن سومني قفك لابو كريسنا يا أو متقانا اللي هي الصوم بلي وحان لديشنا يا أو أيضا تمام يسوى ويان الله سبحانه وتعالى وحو اللي هو على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تضوع خيرا فهو خير الله وحو اللي الله سبحانه وتعالى كو أووده رمضان كي أووده والله سبحانه وتعالى وحسين يا جانس أو تخيرة إنه بحبيحيان حبي بحنايان بوسك أي متقنا صوم الهايان ويأفورا يان لك وحبي بحنايان ساسا مرك أهر كتي من تخيرة كتي من إنكسو عبد الله بن عباس أولي هاي أيضا وحي كهل ليسا دادك دادة واوين يدادك جيران أو جيرادو دو متقنا أي تايميد أن بكسنين إنه يسك أفوران كبعدنا أي داد قوديان داد سيان مرحلة دا مرك إيدا لغو سوغن يهاي oo ay takhiir tahay oo qofka doona soomaayo qofka doona ka tagayo qofki ka tagana isoo awooda inuu soomo ayuu ka tagaya laakiin booskeed wuxuu bixinayay cunto bixinayay ayaa waxa soo dagtay qof walba inuu soomo marka laakiin marka la qof walba ha soomo shuruudo ba jiray marka loo dajinayay waxa kamid ah qofku marku maanta ka doondan soomo hadii isagoon afurin uu seexdo oo uu gamo habeenkaas wax cunimaayo ila waa ugu bariyo oo si soo mar labaad oo maalinta dambe magrabkeeda la gaaro
وتخيرك لبعض بها يعني ما راحش لبعض وصوم رسونك بها وحويا قفكو انو صومه ما انت دمو صوميا مركا مغرب كلا جارو ولا افريا لكن يسقوا ان افرن هدو وقم او صيحضه قفكاس مركو صوكا وانت معنيه إلى واجو وجبريه أو صومه أو مغرب دم لجاره أنا كان واحد عدين يا براء ابن عازب أوح لي هاي صحاب النبي عليه الصلاة والسلام قفكم مرك أو صومه واحد دعي جرتي إن قفكم مرتي أو كل بتونجري أنا كان واحد كنت من الأورنجري قيس ابن الصرمة أي واحد اللي يري الأنصاري بها ما لي ما لمها كمل مرك أفرك لسوق جاري أو أفرك لسوق جاري أيها وينتس ويمي markaas wuxuu ku yiraahdaa indakii daam cunta ma haysa maanta dambu sooman afurki baa la soo gaaray indakii daam cunta ma haysa buu ku yiraahdaa qaalat la walakin antaliqu waxa tir ma haya baytir laakin waan baxayaayo fa adlubu laka taaman cuntan ku soo raadinaya wa kana yawmuhu ya'mal marka ninkaasi maanta dambu shaqeynay uu daalana qurgir in ciisi buu ku sugaa yahay waan cunta u sameeyneysa oo cunta ugu maqan maanta dambu maartay beer ka soo shaqeynay daalana فغلبته عيناه نكي لبدي سينود بكغال نقد و غماي مركو غمه هوينتي با اوتيمي فلما راته مركي ارغتي ان قالت له وحي كتري خيبه لك وروح هلاك انت و هوغتي باي كتري لان قفك هدي او مركي افرك لا سو غاراي او غم او سيخدو قفكا اسغي هدو سو كوخو عنت موني كرو الى واغو ila mutaqanti waagu bariyo oo soonki si wato oo maalinta dambe soo afuramayaan ninki isaga ahid marka sidiiba marka markii uu waagu ugu bariyay soonkiis ka u sii soomay soo shalna soomana habeenka cunta mucunin maalinta dambe sii soomay duhurkii markii ahid marka nin beerley iska aha duhurkii markii ahid falaman tasafa annaharu ghushiya alayhi marka maalintii ay noqotay duhurkii oo kale markii la soo gaaray ninki waa miir dabool muwaas wax وذلك أركه وح الله شجع فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام الله شجع فنزلت هذه آية أحلت لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هبين كمرك اللجار وح الله ينحل عليه هوين كن إن أوجل موتان أيد والله صوذي إلى الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل وح أولي هاي الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عنتذي عبتانك وضع عنا هبينك الله وين ابني هبينك ونوع عنا وعب إلى إنك العدات الليل كعد الليل كمرو وبرق ويان إلى وبرق نسك العداده أنت ووضيسان أول لما أقلانج أنت ونوع عنا سدى سأرهم كسر ناضي وهبينك لما رتقف قبرنانتها إنه جماعي سا وهوينتي سا عنتذي سا عبتانك سلي ماذا ما نتن أصومه لأن سبحانه وتعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل هبينك مركب واقعين بريو لقب لابا صوم كده ما يستري هبينك لا يجاريه ساس مركب مراحش النوع عصو كلا أبا أي واحد صوم راي صوم كصوم راي أو لدون يا مركب قفك علم هاني الدين هان أجاده صوم كان مراحله وصوم راي الله سبحانه وتعالى ما رتي ومدى ودي برين أو ودي برين أنا حكمة داسو هيد قفك مركب صوم يا واحد لقدون يا النية قفك marka rabo inuu soomo waxa laga doonayaa inuu niyeesto waxa xafsa ka warneysa nabiga kaleey salaatu wasalaam nabiga inuu yiri man lam yujammi as-siyam qabla al-fajr fala siyam lah qofka aan niyeesan habeenkii inuu soomayo biri soon uma jiro soon uma jiro wa nabiga kaleey salaatu wasalaam leeyahay marka waxa la doonayaa qofku inuu niyada mar niyada gashado oo niyeesto inuu soomayo culimadu waxay iska yani ka hadlaan qofka ma waxa laga rabaa bisha Ramadaan kum ka dhalato inuu niyeesto inuu bisha dhan soomaayo mise waxa laga rabaa hameen walba marka la soo gaaro inuu niyeesto inuu bir soomaayo labadaba culimadu way yiraahdaan laakiin niyeysigu ma aha afkeen laga hadlo nawaytu sawma gadan ana da ila akhir al akhriyo arinka isaga bidca weeyaan waxa nabiga kaleey salaatu wasalaam uu yiri ma aha waxay saxaabada nabiga kaleey salaatu wasalaam yiraahdeen ma aha waxay taabiciintii sameeyeen ma aha waxay quruun mufaddala 300 sano horeeyay ay quruun mufaddala la oran jiray ay sameeyeen ma aha oo wax gadaal laga keenay oo dadka mataqaana tashish lagu furaayo in qofku waxa ku hadlo qofki marka aaminsan aan aqoon u lahayn waxa leenahay baro intii uu barto weeyaan laakiin qofki loo sheego lagu yiraado waxa kana adakhrinaysa diin ma aha oo waliba niyeesay diintahay qofkaas waxa laga yaabaa inuu ku dambaabo
قفك إسقى إنه كده ما بلغ يابا لأن والله شيء واحد لقوا يروح النبي ما صمين وحنا الدين معها النبي عليه الصلاة والسلام وح كسرنا إنه يدك الشدك ليه هدو آمين إنه وحنا الدين تهاي إنه كده ما بلغ يابا مرق قفك واحد لدونا يا بشر رمضان ك إنه نيست إنه برسوم أيه صونك تضوعه أما السنة ذاهي إسقى وحب واجب معها قفك إنه نيست إنه برسوم أيه مثلا رمضان كي بابا حكى بعد بعدنا صونته ما نسنينه كله وتضوع أما السنة برقدي بسوق عادي، أما صلاة الصبح بعده ما أنت نبوريج سمر كي برقدي لجاري بس عرفتي ما عرفتي نمان تسوي كرتو، هروي حكني يسون كرتا إن صوم تاع ما أنت صوم تضوع على الصوم تاعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام با ما لي معلمها كم من جورجي سيمي مركزه يحيي وحمي يالين سالي وحمي يالين وصومنا هاي مركبير، وصومنا هاي، مركو علمه كقاضنا يان صوم كا تضوع أما صلاة ضاه إن قفكو يعني إنه هبين كني يستأي حواجب كاين، لكن صوم كا بشهر رمضان كلا سوم أيه قفك وواجب علم ذليهن سيد النبي عليه الصلاة والسلام لي فلا سام فلا سيام لا بنقول لي هاي قفك صوم ولا هدوس قفك نيسن مركو حلا دون يا إن مارت قفك ونيس ويان وحيا لقد دون قفك وحيا الإمساك عن الطعام والشراب والجماع قفك ونيس كيلاش عبتانك يعوتانك يا جماعة وحلو يقان وقال ماذا هي قفك ونيس كيلاش حلقة وكجرة وسوم أيه ما نتاس ما لماذا قفك ونيس كيلاش ويان لأن من فضائل الصوم بواح كم ده إنه قفكو أجاده أحاديث فضل كجرا واح كم ده أحاديث داس أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وحليه هاي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه رسولك عليه الصلاة والسلام وحجري الصيام جنة الصيام جنة صومك وقاشان قاشان نوح اللي يرى هذا قفكو مركو تقال مايو وحياله لسقعشه قلبك لقو تقال مايو مثلا مركز سيفت لقو در رأيه قفكو عانت بيربو قب سنجري birtaas oo markii lagu soo tuuro saafta lagu soo tuuro oo dhigi jiray gaashaan baa leeyahay waxa maanta lamida waxaan loo yaqaan bullet proof ka loo yaqaan oo qofka xabada ka difaacayo kala weeye markuu soomku sidaas oo kale waa gaashaan buu qofka u yahay oo cadaabta ayuu gaashaan uga yahay culimadu waxay leeyihiin junna waxa laga wadaa wiqayatun wa satrun sawaan min aathami aw min annari ama nar ka difaaca ama dambi ba ka difaace soomku qofka gaashaan iyo asr buu yahay أما دم بوك الدفاع يا كيلانايا أما نارتو كيلانايا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي هاي فلا يرفث ولا يجهل قفك يوسف حم الله إيمان أفلا قادة يا هذا الكحون إن الله جهل ولا يجهل قفك يانو جاهل لما سمين وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقول إني صائم قف هدو لدرر أم لا عيتمه أضو صوما قف هدوك أفلا قادة أو يعني عيك ولي ماذو أما حماها كلي ما هذا فليقول إني صائم هيرا وصومرا وبعض العلماء لي وحب أفكين كير هذا ماها وأقفكين كتقوا أني أحكم رويا والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك ولي نبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إلى هاي نفتي ذو قعنتي سكجرتا كل أرتي لخلوف فم الصائم قفك صوما أفكي سوحا كسو بحيا أو كسو أريا أطيب عند الله بألا أكتسوغا أدقون بضن من ريح المسكي مسكي أدقس مسكي قنوحا ويان وبرفونك نوع أسرية أو يعني آد أدقون ويان برفونك أو آد أدقون أركيسان وحا كأدقون بضن ألا أكتس قفك صوما أفكي سوحا كسو أريا رايحادنا وحا ويان إلا دورك مرك اللقارة ويحي كدام ميا بصوب حدا قفك أفكيسا يعني وحكا أرويان أو إنقا مركينو حال إنه فيرنا يعني رايحة كريهة أوي وقفوا لبسنا لكن الله سبحانه وتعالى تيسوا حويان قف كاسي أفكي سوا حكا صوبة حيا أطيب عند الله من ريح المسكي قال الله تعالى وحديث قدسي ويان من نبي خضر يا وحو الله الله وحو يري يترك قفكو كتغيا دعامه وشرابه وشهوته من أجلي قفكو عنتدي سي عبتان كيسي شهوذي سي وحي نفتي سجعلت بكتغيا من أجلي أنا قدرت أبوك تغيّر. الله سبحانه وتعالى ورنا بحديث قدسي ويان والنبي عليه الصلاة والسلام كورمي الله سبحانه وتعالى وحجري يترك دعامه وشرابه وشهوته من أجلي قفك عنتدي سي عبتان كسي وحي نفتس جلد وأنا قدرت أبوك تغيّر. الصيام لي وأنا أجزي به صونك أنا إسكلب لي الله سبحانه وتعالى صونك أنا إسكله أنا أنا كعب المرنى يقفك صونك لي ماذا إلهي سبحانه وتعالى حديث قيب كلا ويحو كله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به عمل كستو قفك صميني إساقع إسكاله
لكن صومك أنا جا إسكالي بولي الله سبحانه وتعالى أنا أنا كأبل مرنية صومك أنا جا إسكالي قفكنا أنا جا يا كأبل مرنية بولي ما كان بيقول لي والحسنة بعشر أمثالها هل كحسن قف لي ماذا طبعا قرب الله الله بيا الله سبحانه وتعالى هل مال بصومتي هل مال هذا صومته طبعا مال مد قف صومي أو كأجر كذا لغسينايا صوم عرتان طبعا مال مد قف صوم لغسينايا والحسنة بعشر أمثالها حسنك استقف كل أي مال تمن قرب الله الله بيا هل آيات بآخر ذي وحويها أجرك هل آيات لغسين لها مثلا النبي حديث بيقول كل أيها ألف لا من حرف ويان ألف من حرف ويان لا من حرف ويان من حرف ويان ألف قالت ما دو الله سبحانه وتأجر بكو قرية وحل هل يسامرك إن تمن قرب الله الله به عملك استو الله ما دو ويان and النبي عليه الصلاة والسلام حديث كلا أو فضائش أو رمضان كجها الله يا أما صوم كجها الله يحول ليها حديث كان وحورنا السعد سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وحول لي النبي عليه الصلاة والسلام وحيري إن في الجنة بابا يقال له ريان جنة وحا كل حيال الباب بن عيسى لي ريان لي راده يدخل منه الصائمون وحا قال يدك صوم باقي لي يدخل منه الصائمون يوم القيامة الباب بجنة كل حيال لما عيسى ريان لي راده وحا قال يدك صوم أو كلية جنة مركب مؤمنين توضع جلان، تذكر مؤمنين هذا ما توضع مركب جنة توضع جلان، مؤمنين تواح كم يدد آل سوهم جنة سوهم بالنجرة وكم ذا، تذكر سيج الباب جار أي الله فريا، لا يدخل منهم أحد غيرهم قفا يجاه مجليه، تذكر سوهم كلية جليه، يقال له ريان بنبليه حديث كاس أوفر صدق، الباب كم جار وجنة كليه، قفا يجاه مجليه النبي إله نبي عليه الصلاة والسلام ليه يقال أين الصائمون؟ أين الصائمون؟ وحال أورنا يدك صومنا آوي، دك صومنا آوي. جناد الحياة المؤمنين تمرك كجيران، وإله سبحانه وتعالى دك المؤمنين تؤيد من جناد إن يدحقلان. أي اللورد واقع يا وحال أقول لي أين الصائمون؟ أين الصائمون؟ وردك صومنا آوي، دك صوم بجري آوي، صوم بطن ياشي آوي. لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه شيئا. عيدان إيه قال لي ميسه مرك أي قلنا والله حريا عدك الله يدمن مايو يقوم بقلي جندي ووين تهاي قفل مؤمن مؤمن مركو جندي سو قلي يجا الباب جار الله سينا يا بولي النبي عليه الصلاة والسلام مرك أي دتك صوم كبرنا أي قلنا الباب كاس الباب كوا الله حريا عدة ما قال لي ميسه إلهي سبحانه وتعالى نغير لكو الباب كا قلي النبي عليه الصلاة والسلام مركو الله يفضائشة بشهر رمضان كا صوم قفل صوم يا وحى أولي هاي حديث أبا هريرة ورناه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حديث كان وحوليه النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر قفك استاغ او تكدا ليلة القدر هبينك لو يقانو هبينك اسي النبي عليه الصلاة والسلام وحو نو شيغي 10 كدم ايو كجرا 10 كدم ايو كجرا حكمت بان لو قري الله سبحانه وتعالى او يحي قفك هبينك صلاة كو غار مرك او تكدا هبينك اسغه او الهي سبحانه وتعالى او صلاة كو وافجيو قفر له ما تقدم الله ودمي دافيا وخي هور دمبيه دمبيغي سوور ولو دافيا قفر اخواني هل هذا من كهذا إله سبحانه وتعالى كوبه مرك هذا كل ما يقان مرك وين تمك الدم وحوي على تبا الصلاة يضاعه قفر له ما تقدم من دم بليه نبي عليه الصلاة والسلام ومن صام رمضان قفر رمضان كصومه إيمانا واحتسابا يسقى الرميسان إنه فرض كتهاي الله سبحانه وتعالى أجر كقدونية غفر له ما تقدم من دمه الله سبحانه وتعالى ودافع دمك سهر ودافع مش رمضان قفر صومه أو رميسان فرد كتهي اللان أجل قوة دي سنة يغفر له ما تقدم من ذنبه الله وقوله في ذنبه سهر نبي عليه الصلاة والسلام حديث وحي كله يهي ما لي ما المها كم ده أي نبي عليه الصلاة والسلام وحا أصوفه لي خطبة الجمعة وأخرنا مرك منبرك مرك أصيفه لي منبرك نبي ذو ثلاثة درجات ويه صدح درجة أيولها صدح درجة يعني جرانجر أيولها نبي مرك تيهر عكتا سهر آمين بيري تلا بعد آمين بجري تسدح آمين بجري نبي عليه الصلاة والسلام كل ودي أو ليه هداي آمين بالله هذا محيط هاي وحير جبريل بائيمي جبريل بائيمي
صدح وحيالات بإيش جبير صدح بأمين بانر كو نبي عليه الصلاة والسلام وح كم ذا أولي هاي قف كي بشر رمضان كأسوة كشه وأن صومين الله جدا مدافين نار تأله كفقيه نبي عليه الصلاة والسلام في أمين بانر قف كي لبدي سوى وارد أي كسو جاران دعوين كسو جاران وأن جنة كهرين نار تأله كفقيه أمين بانر قف كي يعني أنتي أكتي سمع عيال غشك شغو ونبي صلى الله عليه وسلم أكتس لغو شك شاقه وآن يقول صليين نارت الله كفه قيه نبي عليه الصلاة والسلام أمين بجي جبريل نوى الدعين يا أمو هبار يا نبي عليه الصلاة والسلام أمين بليه لابد إن الدعاء داسي أي تهاي مستجابة إن يتهاوي مكان نبي وحو ليه جبريل با وحو ويري قفك بيش رمضان كأسو قشو آن صومين نارت الله كفه قيه مركا واحد الدون يا إن لقفا إذيستو بيش رمضان كقفك مارتا إنو كد داله إنو لي ماذا خير بدن iyo wanaag badan Allah subhanahu wa ta'ala aktiis uu kaga helayo oo khayr kaga helayo ma yajuusu an yakuna min as-saaim qofka sooman waxa u banaann marka qofka sooman maxa u banaann een waxa horta u banaann seedaba cabitaanka iyo cunutaanka iyo jimaaca waxa loo yaqaan waa galmada qofka haweentiisa u tagaayo xilliga habeenkii ah xilliga habeenkii ah oo Allah subhanahu wa ta'ala watulaha oo xilla lakum laylata as-siyaami rafathu ila nisaa'ikum habeenka marka la gaaro Alla wiini baneeyay haweenkiina inay u galmootaan saynu sheegina isla aayadan gadaashad Alla wuxuu leeyahay kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr habeenkiina cunu oo caba ila waa ka soo dilaacayo marka qofkiina u banaanta habeenkiina cunu cabo waxa weeye aayadaas baa daliilkeedu noqonaysa weeyaan waxa qofka u banaan oo laga rabaa yaani midalan isagoo illow sambu cunta cunay maxaa la sameynaya marka soonkiisa ma u banaaya ma si wadaaya markay ahayd kaba soo qaad shanti galabnimo ama afarti galabnimo ahayd ayuu cunta cunay isagoo illow sambu cunta ka dhargay iska cunay maxaa la sameynaya qofkaas xalkiisa muxuu yahay qofka isaga ahay soonkiisa waa u jira qofka isaga ahay soonkiisa maalinta u jirtaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ba qoodiyay sultan nisyaanka qofka looma qabto waxa hilmaanka qofka looma qabto nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay idaa nasiya qofku haduu ilma hilmaamo oo fa akala wa shariba oo cunta uu cabo oo cunno uu cuno falyutimma sawmahu soonkiisa dhameystirto maalintaas fa inma at'amahu allahu wa saqahu maxaa yeelay allah subhanahu wa ta'ala ba quudiyay oo cunta siiyay cabitaan siiyay ilaahi ba quudiyay oo waraabiyay man qof oo soo hilmaansan qofka waxa weeyaan hadii uu cunto cuno waxa leeyahay qofka isaga ahi soonkiisa uu dhameystiranaya maalinta ayadahay mana soo celinay soonka soo jira laakin qofka ad arkaya baa la doonay laga cashaa la doonaya Soomaalidu ma qaan meel ay ka keenana wax yiraadaan qof cunto cunay soonka daarato waa la faraha laga qaada faraha laga qaada sawta ilaahay baa siiyay waxaan haddii hilmaan iska cunay faraha laga qaada maya al amru bil ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar wayan qofkan munkar buu sameeyay oo munkar waxaan waa munkar wayan munkarku muxuu yahay midalan ninku haduu isagoo xilli caadi ah haweenay meel jirta haweenadiisa moodo oo aynu garanayno haweenadan inay haweenadiisa ahayn oo isku dayo marada ka qaadmo waxa oranayna waa hilmaansan yahay faraha ka qaadamaya looran maayo dambi buu galay qofkaani haweenada haweenadiisa ma ognahay inay haweenadiisa ahayn faraha ka qaad baan leena sidoo kale cuntada iyo cabitaankii ninkaani ama qofkaani ma ogaa cuntada markuu cunayo waa hilmaansan yahay laakiin inaga og inuu sooman yahay hadii qofku cuntada cunana cuntadan la banbanaaneen waxaan leena jooji cuntada sooman tahay in loo sheego wayaan al amru bil ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar wayaan een waxa kale qofka u banaann taakhir suhoor suhoor dib in loo dhigo suhoorta in dib loo dhigo dadku badanaaba suhoorta dib uma dhigaan saasana fadli badan baraka badan oo waliba salaada u dhaweeyaan sababtoo ah wuxuu leeyahay sahal ibn sa'd sa'id radiyallahu ta'ala anhu baa wuxuu leeyahay kuntu atasahharu fi ahli reerkayga baan u suhoor la suhoornay waxaan qof la suhoorta reerkayga gurigeen ka suhoornay thumma takunu سرعتي أن أدرك السجود مع النبي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحد يعجل دق دق أوجد إن سوها لا سو جاره نبي صلى يعني صلاة كجرا ويا وصل سحور تي تصله ولا جرا يا صلاة دي وحبة نوما ين دحين مرك قف كمرك وحال الربع إنه وحوى سحور دي بدكته أرك أنا بركة بدن أو نبي عليه الصلاة والسلام مركو تمام عي سقي أنبياء ده رب وحي الأمر بهيد إنه دي بدكتان سحور دي بدكان أو أفركن أيد الدجيان waxyaala qofka u banaa waxa kamida qofku hadii uu waagu u bariyo isagoo jinaaba qaba jinaabadu si ay ku imaato ha ku timaade waxay ku imaan kartaa qofku haweenadiisi jimaac dhexmaray midalan markuu dhexmaray buu seexday
isagoon qubaysan ama qofba intuu seexday yacni waxa loo yaqaano habeenkii junubay intuu riyooday ayaa shahwadii ka timi rag iyo dumar mid kasta ha noqotee dumarkan axaadiis baa nabiga calayhi salaatu wasalaam haweene ugu timi oo nabiga waxay ku tiri rasuulka ilaahayow haweenedu markay hurudo haddii ay riyadii ku aragto ninkeedii xaaladiisii iyadoo xaaladda ku sugan arrinka isaga qubays meegu waajibaya markaasuu nabigu wuxuu yidhi nacam idaa ra'at ilmaa haddii haweenedu markii waagu u baryo ay kacdo ay isku aragto dheecaan isku aragto ama qoyaan isku aragto qubays baa ku waajibaya marka qof baa matalan seexday markuu seexday ayuu saasoo kale ku riyooday markuu kacay buu wuxuu isku arkay qoyaan isku arkay raggi door mid kasta ha noqde ama jimaac baa yimi oo ninkii haweentiisii ayaa maratay jimaac dhex maray iyagoo aan ka qubaysan baa waagii baryay marka waana soom weeyaan waa la soomaya arrinkaas maxaa dhacaya laa ba'sa dhib ma leh markuu kocaan ayay qubaysanayaan salaadiisi wax tukanayaan sababtoo ah nabiga calayhi salaatu wasalaam عائشة رضي الله تعالى وحلا أن النبي صلى الله عليه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحها كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم نبي عليه الصلاة والسلام وح أهانجري مذ واجو أبريو واجو يعني كهذا لما ينوقف سكس هذا وبرغلي سوق على قال لما يو وبري وح على قبل الصلاة سوح هذا العظي حلي الصلاة سوح هذا العظنا وح ويا حلي أن عنتن لعون كرين aan jimaac la samayn karin oo waxay xirmi lahaa xirmeen oo soonku bilaabanayo marka xilliga qofku markuu soo kaco isagoo janaabo qaba laga hadlaya marka waxa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa waagu u baryay isagoo janaabo qaba oo weliba janaabadaasoo min ahlihi ah reerkiisa xaaskiisa xaggiisa ka ahaatay marka caaisha waxay leedahay thumma yaktasilu wuu qubaysanayay wayasuum waa soomay arrinkaas dhib male marka qofka habeenka jimaacaas yimi ama janaabo la yimi oo waagu u baryay isagoo aan weli qubaysan janaabadii qaba wuu kacayaa wuu qubaysanayaa wuu soomayaa in arrinka logada weeyaan waxyaalaha qofka u bannaan waxaa ka mid ah oo badanaa dadku ay la yaabaan haddii la keeno waxaa ka mid a attaqbiilu waalmubaasharatu liimra'ati liman yamliku nafsah ninku inuu haweentiisa dhunkado inuu taataabto isagoo sooman waxaan saa ugu adkaynaya waxa weeyaan dadku iyagoo aan nusuusta waxa ka sugan aan fiirin ayaa laga yaabaa inay yidhahdaan ma dhici kada arrinkaa isaga ahi in ninku haweentiisa u dhukan karo isagoo sooman inuu taataaban karo isaga oo weliba mataqaana qofkii naftiisa ku kalsoon weeyaan waxaynu ka hadlaynaa oo qofkii naftiisa ku kalsoon weeyaan laakiin ninkii haweentiisa markuu taabtaba isla markiiba niyaddu gelshanaya inuu ku dhacayo oo jimaac la imaanaya isagoo sooman waxa ku imaanaya waxa weeyaan qofka isaga ahi kafaaraad gaaro arki doono weeyaan laakiin qofkii naftiisa ku kalsooni haweentiisa u dhukan karaa haweentiisan wuu taataaban karaa isagoo sooban arrinkaa waxaa daliil u ah xadiis bukhaari uu warinayo iyo imaamu muslim bukhaari iyo muslim markay warinayaan waxa weeyaan ood garanaysaan xadiista iyadaahi waa xadiis waxa weeye biyo kama dhibcaana waxay leedahay caaisha radiallahu tacaala canha qaalat kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yuqabbilu wa yubaashiru wa huwa saa'imun nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray mid na dhunkada ninna taataabta buu ahaan jiray mubaashar waxa qof markuu gacantiisa uu gaarsiiyo haweentiisa ayaa la yidhahda nabigu waa dhukan jiray gacantiisana wuuna marmarin jiray unuu salaaxi jiray wa huwa saa'imun isagoo sooman wa kaana nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa amlakakum liirbihi irbadiisa mid hanan kara buu ahaa caaisha sheegaysa nebigu irbadiisa mid hanan kara buu ahaa irbaduna waxa weeyaan waxa weeye xubinta taranka weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam xubintiisa taranka wuu hanan karay oo wuxuu ka wadaa yacni mid islaalin kara buu ahaa oo aan jimaac samaynayn buu ahaa marka waxay culimmadu yidhaahdeen ninka u bannaantay haweentiisa inuu dhunkado haweentiisa inuu taataabtaba u bannaan isagoo sooman haddii uu naftiisa ka adag yahay laakiin xukun ahaan in la ogadaa fiican inay bannaan tahay arrinkaas wax dhiba keenayaan jirin inay iska dhaaf inay inagu haweenteen dhunkanehe waxaynu barniraahanaaba hadday ku taabataba waxa weeye gabadhu way sidoo kaa jabaysaa sidii inay gabadhu maaratay najaasad tahay oo kale arrinkaa isagan wax sugan maaha waxa uu leeyahay imaam albukhaari wa muslim markay wariyeen xadiiskan culummada shuraaxda waxay leeyihiin yubaashiru waxaa laga wadaa yacni maa duuna aljimaac nebigu waa taataaban jiray haweentiisa jimaac isagoo aan jimaac samaynayn ayaa mataa uu samayn jiray waxa u bannaan marka qofka muslimka ahi marka uu sooman yahay asiwaak siwaakna waxa weeyaan cadayga qofku inuu cadayda u bannaan tahay waxay culimmadu yidhaahdaan yacni dad baa waxay yidhaahdaan oo qofku ma cadayan karo oo kida oo kada yacni waxa weeyaan qofka
عدد وبنائية واحد دليل آه نبي عليه الصلاة والسلام حديث بوحو كليها لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة هدي أنا لولا أن أشق مخافة أن أشق هدي أنا لقبق أن كل بتوضع ومضيده يعني عضيقة أي عضيانا يعني إنه كل بتوضع هدانا كبق أن وحن بأمر لها صلاة المركة تكون يعني أما رواية كلا واحد لذا هو سكست المركة لا يمانا يعني إنه عضيذان مركة عضيذ هو في عيه قفل مركة سنو عضيذ هو في عيه عادي يقولون واحد وين النبي عليه الصلاة والسلام واحد صلنا ضع بهيت أرين كان مركز دليل وقولنا قنا يا قفكم مر الب أو منطقة أن تكنا أيوه أما الصلاة وقلا أيوه إنه عليه مركو السنة إنه عليه صون يا صون الأنبا لأن واحد دليل أن هينا يا أو عادي جديدة يا كم سؤال رين ويان وحليه هاي مركا بعض العلماء وحليه قال إمام البخاري مركو حديث كوري وحليه هاي ولم يخص السائم من غيره قفك الصومان قار وح قارك وأمجره غيرك قار وأمجره قفك الصومان يقفك الصومان ينبا وحويان عادي ولا قدونا يقفك إنه هذي قول عادي ولا دونا لكن علماء قريب كم إذا واحد سميان ويحددين وواحد ليه سوالك بعد الزوال أو كله قفك وكرهيه قبل الزوال لو صميك لكن واحد عارك سجاء أو دليل كان يمجرا واحد كلو بنان قفك إن ده كل إنه مرصد أو بنان تهاي إن دهها إنه استغش بدأ أو بنان تهاي دجها إنه دعوة استغش أو بنان تهاي جوز إنه إسكبيه يو بنات هدي عن أين علاش يدوح بجارين خل يعني إنه قف جوز إسكبيه يو وبنات هدي أزن علاش يدوح بجارين شرط إنه علاش قف وح بجارين جوز بسكبيه كرا إن كل بمرسن كرا دجها دعوة قف إسكش شبي كرا وحياة عنده فدي سقف وعلاقة كرا واحد عارك جرني أنا قرنا يعني وسوق عاري قف كأو متقن ذاتك أو مرضى جو أيه ويهين سومالي أو كلا جو شال غانجري جو أشال كأ لنعيش وقينا نجري واحد كوسكرين وعنوف وحس قف كعنوف قبنا يسق جو يستطف كطفايا زاد بكجرا مركز واحد حركة سق جو يقيب قيون تهاي عنوف فضاس قف كما تقعنا أفك سكاي ما نسا واحد لبك وكان يسمجته سون كيس واحد كبرنا يو كباب إنا يو مجته واحد كلا وبنان ذاتك هنا سميان واحد لو يقان تطوق الطعام للحاجة عن توقف كل ولد نبيو حاجة أهان دن باوحي كانتي عن تذا ولد نبيو مثلا أفر بس ثمانية سعيد كل ولد مسماه يس واحد ما سكرت ملح يا كويل مسكوب بدن قف أنتو سوق هذا سوق صومن عرب كيس إنه صاروا في رشين لنا تهاي إن معانتها إن سير لوب هنا تهاي واحد جديد يا مجرى وون الطفا يا ويان مثلا عرور بع عن تو كرنيسي عرور تبع عن تذا ما رتهاي أبو كرنيسي باوحد إن لفهم إن ولد نبيو أول نمين كرتا لا بأس أرين دم باك ينتهي، سدوا كل عنق بدنا بعروت يركبية لو كله عن لو قصة عنها ما أدب وكل ليه إن عندنا مسؤفرسه لا بأس واحد يبقى كان يا مجرى، مرك هذا دنا كينته قف إنه عن تدنا مي عرب كساره واحد يبقى كان يا مجران وهو متقان قف كسرته بعض العلماء واحد بكه الله بق حنجدة بواحد لنا حنجدو هذه أيان ديعان ألقي سئين لهين لا بأس ملا بعض العلماء أي رهدان، مرك قف إنه عن تدنا مي لمره عبد الله بن عباس باوحه وليه صحابي قد قرنيسان باوحه وليه لا بأس أن يذوق الخل وشيء مما لا يدخل حلقه وحه وليه يقفك إنه نميو عنتو أما خلك أيوه حلمتك أه أما شيء أنه أنت سجلينه علوش قارن ونميوه واحد ليبا ملي بليه لا بأس واحد ليبا ملي عبد الله بن عباس وصحابي بحديث كاس يعني أرنك أثرت على قوريي أثرت أصنا وحا صاري ابن أبي شيبة أي صاري إمام البيهقي رحمه الله تعالى سيدو كلا أثرت أنه وحا حسن كريه وحسن يعني درجة حسن قارسيي إمام الباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل كتابك لو يقانو إرواء الغليل أيو قارسي وقت انت نوردي من إن شاء الله تلا وحن كهل لنا وحا لو يقانو مبدلات الصيام قفك صومك محا كبريه قفك صومك وحا كبريه إنو قفك أقاد ويان وحيالا أهور يوف صوم كبرنايا وأكل وشرب وإن سؤارني عبتان كي وشربي يعنتدي ويان oo qofku ma aragtay oo tan lahayn habeenkiin baa loo ogol yahay in la cabo hadii aad maalin cunto la timaado ma salaama hadaa si ka sawla timaado soonkaas waa ka buray soonka isaga waa ka buray maalinta waa laga doonaya hadaa si u timaado nisyaana way soo sheegney qofkaas cuntada markii uu joojinaya markuu joojinayo soonkiisa uu jira maalinta uu dhameystiraya waxa la diidan yahay oo kale waxa loo yaqaan jimaaca jimaacu waxa weeyaan galmada loo galmoodo qofku haweentiisa u galmoodo weeyaan arinka isaga ahna nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay in wax yaalo badan ka timaayaan waxa kamid ah ee xadiis Abu Hurairah warinay baa wuxuu leeyahay baynama nahnu julusun inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qur anagu aanu fadhino nabiga alayhi salatu wa salam aktisa id jaa'ahu rajulun baayimi faqala ya rasulallahi halaktu rasulki ilahi wan halaksa wiir
نبان نوصو قلبي أنو نبي الله فرنا نكو وحي رسول كلاه وان هلاك سمي ما أنت هلاك بان كدعي قال نبي قول حكير مالك وربحاك كدعي قال وقعت على امرأتي وحن كدعي هو انت دي بان كدعي يعني اقل موضي هو انت دي بان اقل موضي وان كدعي وانا صائم انا قو صوما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجري هل تجد رقبة تعتقها تعتقها وحلي هاي مهلي سابجري هو ان قور اد حريص مهليسا قف مسلمه او الله هيستو او اد لادون سنه ان سو قادو او اد حريصو او اد لعق بخيصو او نفتي سي اد خرك دغتم هليسا قال لا مهلي ابو يري قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين مسورتو بيسا ان ما اودا ان لب بلود لخدن عشو او اسكو خيكتو ان كلا غويس ملهين ان ما تقان اد خريص ما اودا قفك جماعة ليه مانتي أو كسر ليه مي وحنا كنا عيا. مر بهذا أتوقع وين تسي عرنت على جرب أما قارب وحريني قارب مجرد ما تلمه رأيوه. أوكي وح على جرب إن اللباب لباب بلاد وحريرة لباب بلاد حريرة إن الله تما ده صون حريرسن. إنك استي أحكام تذكرت اللي ذاك أو مثلا اللي ينهدو صور ده حقله عيد أض حضو كلا قفك وجوجنايا عيد لما صومه كبعد منوش بكسب لعبيا لكن وح عذر دار أيضا صدق كرين لحذن كبر وضايا نكمل محوك جوا مركا فقال لا فمكث النبي صلى النبي يقول في المركا فهل تجد إذا عام 60 مسكينا وهدي أتصون كسومي كروي لحذن كبري لحذن مساكين من غود كرتا صدق درجة وي مركورة قربة حرنيسا قف كه وين سوت جي مال نمدي مركورة يس قربة حرنيا سو كمال ترتو مجره وغلينا يا وحكى ولا جربا ودم بابيا دم بيبوكوا على قف كيس قاه أمّا لما يقف هلمان صن وهوين سأتغير هلمان وتغير نجره علمنا وحي رهدان أنا كهلمان هلمان ما بقليان بقى مربو هدوه هوين سأتغير مع سلامه وحي علمنا كذا أن كريه هوينتي يد أحد أو أنا كانوا كل عي أو نكان أتغير ما لقول لي يد كفارة ما لقول لي وأنا كمال إيمان سا قار محرنا سا قبر داسي لحنا بري مسومي سا هدي قرت ويدو هدي سومي كرويد لحنا مساكين مقودنا سا يد محل قصمان نكون نبي قبول الله علمنا وحي لي ما يا نبي قو صلى الله عليه وسلم وحول الله لنك يبول الله لك ليه وصلى الله عليه وسلم هاوينتي مؤران ساكو سمي ولو بعض العلماء الليين هدي هاوينتو اي خصبتي يدو اي وحان لاتمي يدنا لغو يالنا بالليهين كفارة داس لكن سيدة عادة نكو هاوينتو سو كلعو ننك أمبال لغو ليه هاي كفارة دا ان لو يمادو نبي نكو وحو كيري مهاي ستا وحاد مساكين كو قودي سو لحنا مساكين قال لا ما يوحان كو قودي مهايو فمكث النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يشب فديي ونحن فبينما نحن على ذلك أتى النبي صلى الله أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق بعرق أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر أنجو حال كسا كسجن يهاي أو نكي يري أوضو ما هي نقار حريه إن لحن برسوم أوضو ما هيو لحن مسكين قضي أوضو ما هيو أو أن ماشي فدينا أي النبي جو حاله لي من الله كاني دمير أي تمر كجرته قال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل نبي وحيد أو إنك هداي سؤاش ويديناي فقال أنا إنك وحيد أنا قوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحيد خذها فتصدق به انت قاعد تصدق يسوي هذا قاضو صو صدق يسوي فقال الرجل إنك مركب وحيد مركب واحد ربي دميشة أنتوا قاضو إنه لحنا مسكين كوس صدق يسوي كفارة على سوق بحر ماشة فقال الرجل إنك وحيد على أفقر مني يا رسول الله رسولك إلهي واحد كفقر سلمك أرث ميلهن هيرك يقول واحد كفقر سلمك أرثي فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني يا رسول الله إلهي بان كل أرثي لبدا بورود أو مقالة مدينة كويا الله إنت أود حيسا هير يقفقر سلمك مقالة ما بجو قام فضحك النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وقص لي حتى بدت أنيابه إلى أي معيه سيمغدين ثم قال النبي وحيري أدعمه أهلك خيرك هذا سيمرك نينك كفارة دي للربائين المساكين كو قوضيه أو كو بحيه وحي بجير وحي قفل قرس مجران بغس النبي عليه الصلاة والسلام وحي كويري مركا خيرك هذا سي مركا قفك هدو فقير إساقو يهاي خيرك فقيريه وحي صدقائيه وكو بلابايا كبعد ذاتك الله سينا يويا marka qofkii jimaac la yimaada maalintaas oo damiga noocaas oo kala ka dhaco ee waxa weeyaan koow waa ismi baa ku imaanaya dami baa ku dhacay sababtoo ah wuxuu khilaafay amarka Allah subhanahu wa ta'ala amarka Allah subhanahu wa ta'ala uu khilaafay oo ahayd maalintii in la soomo waxa cuntada iyo cabitaanka jimaaca kullaga soomo labo kafaara laga raba
kafaradaas waxa way cid qoraqaba qoor noqof xurayo haduu waayo waxa lama rabo in la soo hormariyo tii u dambeysa ama tii dhexe se u kala horeeyaan way markii qof wuxuu doonayaa oo raadinaya cid qoraqaba ma way waxa la rabaa qofka isaga ahi inuu siyaamu shahrayn mutataabicayn laba bilood oo xiran soomo ma soomi kari waaye waxaa laga rabaa inuu idcaamu sitiina miskiina inuu quudiyo lixdan qof inuu quudiyo weeyaan arrinkaas waxa weeye oo qofkii jimaaca la yimaada waxa kaloo laga rabaa alimsaaku baqiyati alyowm maalinta inta ka harta inuu joojiyo marka cunto cunin maalan marka maalintii waagu baryay wuu soomanaa barqadii markay ahayd barqadii markay ahayd ba jimaaca sameeyey maca salaama maalintaasi waxa weeyaan waa ka jabtay soonka waa ka jabay qalla laga rabaa iyo kafaaradaan sheegayno xilligaas laga bilaabo barqadaas ilaa gabalku ka dhacayana cunto ka joojinaya imsaak baa la yidhahdaa cunto waa ka istaagaya ma cunaayo saynu sheegnay qadaa baan laga rabaa waxyaalaha qofka mataqaana u bannaan waxa weeyaan oo aan u bannaanayn oo soonka burinaya waxa weeye alqay-u camda qofku inuu matag khasab isaga keeno kasbu matag isaga keeno qofku arrinka isagaana waxa weeyaan wax u bannaan ma aha oo nabiga caleyhi salatu wuxuu leeyahay man daracahu alqay-u falaysa calayhi qadaa waman istaqaa'a camdan facalayhi qadaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofkii ay matagu ka qaalim noqdo matag baa kaasoo qaalim noqday oo yacni aad celin kari weydoo matagtay dambi markaas kuma lihid soonkiina afurmaysid laakiin waman istaqaa'a waa qofkii iska keena weeye qofkii iska keena ee matag iska keena camdan si ula kaca matag isaga keena falyaqdi ha qallayo maalinta isaga ama facalayhi qadaa qadaa laga rabaa marka mataga laba weeyaan matag kaa qaalim noqdo iska soo baxay isagu oo aad celin kari weyday kaas waxba laguma leh dambi ma leh soonkaaga waa sii wadanaysaa weeyaan soonkaaga waxba kaa nusqaami maayo soonka kaa jabi maayo laakiin midka aad u iska keentay farba isgelisa matalan saasoo kale oo matag baa kaa yimi arrinkaasi soonkaagii waxa weeye waa kaa buraya maalinta iyadahay qalla lagaa rabaa inaad soo celisa lagaa rabaa waxyaalaha u bannaan qofka aan u bannaanayn waxyaalaha qofka u bannaanayn markuu soomaya waxa lagaa rabaa waxyaalaha irbadaakan qadaa'iga ah oo falanbayaasha qofka lagu duro oo qofka firfircooni iyo cuntada booskada gelaya arrinkaa isaga ah ma bannaana maxaa yeelay waxay yidhahdeen macnaa acaamu wa sharaab weeyaan waa cabbita iyo cunto buu soo gelaya sidoo kale dhiigga lagu shubo jirka lagu shubo kale dhiig baa lagu shubay maanta dhiigga lagu shubay culimmadu waxay leeyihiin jirka wuxuu u keenayaa firfircooni buu u keenayaa booskii cuntadu ay samayn jirtay ila cuntadu dhiig bay samayn jirtay qofka firfircooni bay ku samayn jirtay booskii bay gelaya marka qofka marka uu soomay yahay dhiigna laguma shubi karo falanbaha qadaa'iga ah oo qofka cuntada iyo booskeeda u gelaya sida glukoska waxa loo yaqaan oo kale qofkaasi looma ogola ayay culimmadu leeyihiin waxaan u bannaanayn oo qofka mataqaana soonkiisa maalintaa burinaya waxaynu ka hadlayna waxyaalaha waxa weye soonka burinaya weeyaan waxaa soonka burinaya khuruuju dami alxaydi wannifaas dami alxaydkii baa soo baxay iyo nifaaskii gabadha waxa u yimi caadatu shahriya waxa loo yaqaano oo dhiigga bishii mar yimaada oo dumarka ku yimaada ama nifaaskuna waxa weeyaan dhiigga umusha ku yimaada dhiigga umusha ku yimaada labadaas haday yimaadaan qofka soomkiisii waxa weeyaan maalinta iyadaahi wuu buraya maalinta iyada roob u buraya laakiin gabadha waxaa laga rabaa inay qallayso soonka gabadha xaydka waa qallanaysa laakiin salaadii qallalmayso sidii mataqaanaa uu saxaabadii noo sawirinaya marka dhiigga haweenta waxaa la yidhi haddii uu ka yimaado subaxnimada hore hadduu ka yimaado gabadhaasi way afuraysaa laakiin galabtii buu ka yimi matalan galabtii buu ka yimi way afuraysaa laakiin afkeeday xiranaysaa ilaa gabol ka dhacayo waa nagu leeyahay maalinta iyada ah waxa uu leeyahay aba saciid alkhudri radia allahu tacaala canhu kharaja rasuulullahi sal alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu soo baxay maalin maalmaha ka mid a fii adxa buu usoo baxay salaada duxada loo yaqaano aw ilfitri ama fitri buu usoo baxay ila almusalla famara cala nisaa haween buu soo maray faqaala marka wuxuu yidhi alaysa daxaadatid alaysa idaa xaadat haddii miyayan haddii ay yacni xayd ka yimaado lam tusallii walam tasum haweentu miyayn ahayn haddii uu xayd ka yimaado midaan soomin midaan aan salaadin waxaa lagu qaadanaya marka laga qaadanayaa inaan gabadhaasi xilliga iyadahi aan soonku u bannaanayn oo soonku u ka jabayo weeyaan waxaa la doonayaa sidoo kale qofku inuu dedejiyo waxaa loo yaqaano soonka marka laga hadlayo waxyaalaha mustaxabaadka abaan raacsinaya insha alla tacaala waxaa kamid mustaxabaadka tacjiilu liftaar qofku inuu afurkii dedejiyo waxa uu leeyahay sahal ibni sacd laa yazaalu annaasu bikhayrin maa cajalu lfitr dadku intay dedejinayaan khayrka intay dedejinayaan afurka dedejinayaan khayr ka sulimaayaan
Soomaaliya waxaan arki jiray iyadoo gabalkii ma dhacay ha u kaadiya gacan ba sala oranaya marka sala leeyahay inta ay muuqanayso ma taqaana xaadaas inta ay muuqanayso oo quraxan dhinaca quraxan sala wareeba inta xaadaas ay muuqanayso gabalkii wali ma dhicin waxa laga yaabaa quraxda marka dhacdo nusaac ka bacdi la sii joogo oo dadka ay leeyihiin u kaas leeyihiin arrinkaas wax sugan maaha meesha aad joogto quraxda ma ka dhacday maca salaama afurka bilaabaysa afurka dadaji maqribkina dadaji inaa geed fuushay inaa darbi fuushay quraxda sii fiiriso wax ma taqa arrinkaasi maaragtay keenaya maaha waxa uu leeyahay abi caطiya dakhaltu ana wamasruuqna calaa caaisha radi allahu tacaala canha aniga iyo masruuq ayaan waxa u galnay caaisha taabiciin weeyaan masruuqna waxa weeyaan waa ardada caaisha radi allahu tacaala canha caaisha usoo galnay yidhahdeen فقلنا يا أم المؤمنين وحن كنر أم المؤمنين هو يد مؤمنين تي رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة نغور رمبيتري نغور رمبيتري هذين لبن أو صحاب النبي كم دبا من نوح وددجيا أفركي يا صلاة دي من نوح ودبو دقايا وضاهيا أفركي يا صلاة دي لبدا يا فضل بضا قالت وحيت لمركا أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة كما ويكود ددجية أفركا يا صلاة الله بضب ددجية قال قلنا وحن كنا عبد الله يعني ابن مسعود عبد الله بن مسعود ويقفك ددجية أفركا يا صلاة الله بضب قالت وحيت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساس النبي عليه الصلاة والسلام سمنجري أفرك لما مركب قبل كل دعوه أي عنو جري دجنجري إسلام مركنا سلاد أيو مارتي دك ولا ما جري وحال روح يلا استحباب كأهقف كأوبرنان إنه كوب لا بره رطب وحلو يقانو رطب واتمتة نوع رطب تلو يقانو قيوم ويان سيد آنس بن مالك وليه هاي وحليه هاي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات نبي يقول حكوا أفرو جري رطبات وحلو يقانو تمتة رطبات كلو يقانو جلسم والنبي يقول أفرو جري قبل أن يصلي أنت آن تكن marka intaadan tukan waxa la doonaya adii timir la keeno waxa la keenay wax ka cunta wayan fa in lam yakun rutabat hadii meesha ay timir oo leen fatamaratun timirta caadiga cunaya rutab hadii la waayo timirta caadiga cunaya marka rutabtu waa nooc timirta kamida wayan fa in lam yakun tamaratun hadii timirta meesha laga waayo hasa hasawat min alma wuxuu cantuugu jiray cantuuga biya ah biya ah abijir marka waxa la baa qofku inuu ku bilaabo sida nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa tahay inaad ku bilowdo waxa loo yaqaano haddaa helaysa rudab haddaa helaysa ku bilow haddaa rudabta weydo timirta caadiga marka timir noqoto haddaa hesho baa ku xijinaysa haddii taa weydo biyo cabaysa maaha isla markiina bariis iyo sambuus iyo ku bilowdo haddii aad helaysa biyihii iyo haddii aad helaysa timirta waxaa la rabaa isla markiiba inaad kuwa ka hormarto weyaan sidoo kale waxaa la doonayaa waxaa loo yaqaan ducaa cinda liftaar in la xifdiyo ducadan qofku markuu afurayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu jideeyey duca la akhrinayo xilligaasna waa xilliga ducada ay istijaaba tahay ducadu inay mustajaaba tahay alla subxaana watacaala xilliga uu ducada aqbalo weyaan xilliga markuu qofka afurayo waa xilliga alla subxaana watacaala qofka ducada iska aqbalo weyaan marka ducadaasi mustajaabada ah nabigu wuxuu noo jiday ducooyin gaar oo la akhriyo xilliga iyada waxaa ka mid ah xilliga iyadaahi oo la rabo mataqaanaa inuu qofku akhriyo cabdullaahi ibnu cumar xadiis uu warinaya wuxuu leeyahay كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام ورأها إذا أفطر مركو نبي أفره وقال نبي عليه الصلاة والسلام ورنجري ذهب الطمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله صدح قضب كليوي صدح دعو يعني صدح دعو صدح قضب كليوي كومي دعو رسوح ويان نبي ورنجري ذهب الطمأ أنك واتغي إلهي بناك حي وابتلت العروق يعني حددنا وحوي ويدرجين وثبت الأجر إن شاء الله أجر كنا واسق ناضي أجر كنا واسق ناضي إلهي أجر كان نوسق متقن الناس سكلا ويان مركا دعاء قف كنا برتوي ولا دون قف مركو سومي هاي وأفرايو إنه أخريو ذهب الطمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى قف نجم هذا ويان حديث كاسنا إمام أبو داود أيه حكورنا يا سنن رحمه الله تعالى حديث كان إمام حافظ ابن حجر عسقلاني أيه وحلي حديث كاني حسن وهي في التخليص الحبير كتاب كله يقانه وحلا دوني قف كمرضاي وحت الماني وحيلا استحباب كائن التهاي سحور تين دبلوردجو سحور دبلوردجو وانا صوت ما أنت إذا هذا وحنا دوني نمرك إنا أنت هاي راك جرسينه يا واجب كتهاي يا واجب كتهاي صون كيو واجب كيا صون كيو واجب كيا هاي
قفك مسلم كأه عاقل كأه باقل بالغ أه مقيم كأه قادر كأه قفك أنت اللي قفك الله يهلا ويان وقفك إنه مسلم يهاي إنه عاقل عقل يجلس جوز والين قفك إنه بالغ يهاي قفك متقين مقيم إنه مقال الجو سفر كجر قفك إنه قادر يهاي وأوده ويان وحال الرامر كأه إن قفك لي ما إنتاس إنت هدو قفك لي ما ده وحاجر وحيالا موانعة موانع ده وحويان إنه خالي كان أغلى موانع قف بأنت لقى لك رأى مسلم عاقلة بالغة مقيمة وقادرة أوده أنت صلى الله عليه لكن موانع بجدة موانع إنه مش لكم قنتها وين حاوي موانع ده حكم ده الحيض والنفاس وكلا كم ده أنا صوت المعنى حيض النفاس كنا مرت مش إنه كجرين أيا لدوني يوم وحكى الله رحمه مركا نبي عليه الصلاة والسلام النوت المامي أحكام قاروا ضدك أنت المانع عدنا هاي مثلاً قف كان عاقل كهين أما عرورته نبي عليه الصلاة والسلام مجنون قف كوارن وكله لقى مرهبه نبي يقول لي حديث كله هاي رفع على قلم عن ثلاث رفع على قلم عن ثلاث عن ثلاث عن ثلاثة صدح بالله قرية بمعنى قلم كي القرية بالله كر قاضي الله مقرية عن النائم حتى يستيقظ قف كس هرد إلى وصقعه وعن الصغير حتى يكبر قف كير إلى وكوننا يه وعن المبتلى حتى يعقل قفك لا انتحامه ولا إلى عقله يسكسه نقنايو. أنت هاسب الله قمر. قالك والله قاعده بليه هاي نبي عليه الصلاة والسلام. سيد حديث نوت المامايو. ومع ذلك وحي علماء خدرا كبر وجناء وحي خدرا يا قفك حيد قبل حيد ذا نحمة المامي حرم عليها صوم ووجب عليها قضاؤها وإن حاضت قبل قبيل المغرب لحدث فكذلك. هذه حتى المغرب وحي الكور نصح كور المغرب كي أي قبل حيد كي ماله مع السلامة قبل أسوح ويا وأفرزها ما نتزنا وسوع النساء. قفك السفر كأنا وحب الله سبحانه وتعالى نوت المامي لقربا إن قفك سي ما المكهل أولي ما هذا سفر كيسي أنت أفري بشهر رمضان رمضان مركب بحك بعد أو مقيم نقضه إنه سوء شمال ما أفري قفك وين شيخ الكبير والمرأة الكبيرة نينك وين يا وين توين محل قربا مرك عبد الله بن مسعود بأوح ليه على ابن عباس بأوح ليه هاي سيد عطاء وصورنا يه عيدت رنيس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين آية ده إذا واحد تمام يساب لي هي ليست بمنسوخة عبد الله مسعود حليان لا مس آية الله ما نسخين هو شيخ الكبير والمرأة الكبيرة وننك وين ناكت هبنت وين ويان ويأفريان مركي أفرانا فدية بحنايان وين فدية بحنايان مركا هذه صون كقمن ويان قفك وداء وين يهون داء ويني بشا ويأفريان لكن واحد ربع مال ربوس كذي إني مساكين كقضيان سدوك لقفك حنوسن وجرقبة جرداس أو لا يرجع برؤه aan la rajaynayn macnaha inay qofkaasi u caafimaado sida qof sagurtu ku xumaato kale oo kale qofka isaga uu afuraya daadiisa igsta halay kaate uu afuraya waxa la raaba marka hadhowdi sodonka bari oo afuray inuu sodonkaasba u maartay oo sodon miskiin ka qoodiyo habeen walba booskeeda miskiin ka qoodiyo laba bin buu sameyn kara habeen walba marku waagu bariyo habeen walba waxa la marka magrib la gaaro dad isugu yaro oo afuriyo ama habeen walba qofka afuriyo waa sameyn kara أما عبد الأنس بن مالك مركز دعده وين أتباع لي روحه سمي حبين كوه رئيسه وصلنا قف سوية رجري أفر بؤس ما ينجري مركز أي أفران بمركز واحد ويان إن صدنا كازو حمر بأفرجري مركز هنا صدنا كازو حمر أفرجسو يا حبين والبين قف أفرجسو لا بد أبو الله ذا ويان مركز أنت إن شاء الله تعالى قصوا قبل قبلنا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم جزاكم الله خير والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.